حوض السباحة. دان 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 دان، فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان. هيا نقرأ بالعربية والكل حروف ذهبية، حرفا نقرأ حرفا نكتب ونلون حرفا فنان. دان 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 دان، فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان. الضاد مع الفتحة ضا 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 ضا، الضاد مع الضمة دو 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 دو، الضاد مع الكسرة ضي 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 ضي، والضاد مع الساكن ض ض ض ض. الضاد المفتوحة ضبع ضا 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 ضبع، ضاد مضمومة ضباط ضو ضو ضباط، الضاد المكسورة ضفدع ضي 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 ضفدع، الضاد الساكنة مضرب ض ض ض مضرب. دان 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 دان، فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان. للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان. إذن درسنا لهذا اليوم هو حرف الضاد. لنقرأ الدرس. رياض يسبح في الحوض مع صديقه ناهض. ضياء يقول الرياضة مفيدة. نلعب ونركض، نفرح ونضحك. إذن لنذهب إلى تحليل الكلمات وتركيبها. لدينا كلمة حوض، حرف الحاء في بداية الكلمة، مد الواو، حو 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 ضو حو ضو. إذن نلاحظ أن حرف الضاد يقع في آخر الكلمة حوض. رياض يسبح في الحوض، رياض يسبح في الحوض. رياض حرف الراء في بداية الكلمة، ريا مد الألف، ريا رياض رياض. إذن نلاحظ أن حرف الضاد يقع في آخر الكلمة وعليه تنوين الضم رياض. الحوض ال التعريف، حرف الحاء في وسط الكلمة، الحو مد الواو، الحوض الحوض. إذن نلاحظ أن حرف الضاد يقع في آخر الكلمة وهو مكسور، الحوض. إذن الحوض، رياض يسبح في الحوض. مع صديقه ناهض، مع صديقه ناهض، حرف النون في بداية الكلمة، نا نا حرف النون مع مد الألف، ناهي حرف الهاء في وسط الكلمة، ناهض. نلاحظ أن حرف الضاد يقع في آخر الكلمة، ناهض ناهض. ضياء يقول، ضياء نلاحظ أن حرف الضاد يقع في أول الكلمة، ضي ضياء ضي، حرف الياء في وسط الكلمة، مد الألف، ضياء ضياء أن. إذن ضياء. يقول الرياضة مفيدة، التعريف الري الريا الريا. إذن الرياضة الرياضة. إذن الرياضة، نلاحظ أن حرف الضاد يقع في وسط الكلمة، الرياضة. نلعب ونركض، نركض حرف النون في بداية الكلمة، نا نر نركو حرف الضاد في وسط الكلمة، نركض. إذن حرف الضاد في آخر الكلمة، نلاحظ أن حرف الضاد يقع في آخر الكلمة، نركض.
نفرح ونضحك. حرف النون في بداية الكلمة نا، نط حرف الضاد في وسط الكلمة، نضحى حرف الحاء في وسط الكلمة، نضحك. إذن نضحك. الآن أعزائي التلاميذ، رياض يسبح في الحوض. رياض، ما نوع المد في كلمة رياض؟ مد الألف. إذن مد الألف. أيضا أعزائي التلاميذ، رياض، نلاحظ أن حرف الضاد يقع في آخر الكلمة وعليه تنوين الضم. رياض يسبح في الحوض، في الحوض. إذن رياض يسبح في الحوض، الحوض. إذن قمنا بنطق اللام. وأيضا أعزائي التلاميذ، أن الحرف الذي يلي حرف اللام هو حرف محرك، وبالتالي اللام هنا لام قمرية. في الحوض، إذن في الحوض، نلاحظ أن حرف الضاد يقع في آخر الكلمة، في الحوض. مع صديقي ناهض. إذن ناهض، نوع المد في كلمة ناهض؟ مد الألف. أيضا نلاحظ أن حرف الضاد يقع في آخر الكلمة. أيضا أعزائي التلاميذ، ما نوع التنوين في كلمة ناهض؟ تنوين الكسر. أحسنتم، إذن تنوين الكسر. مع صديقه ناهض. ضياء يقول. ضياء، نلاحظ أن حرف الضاد يقع في أول الكلمة. ضياء. ما أعزائي التلاميذ هنا، ما نوع المد؟ مد الألف. وما نوع التنوين؟ ضياء، تنوين الضم. ضياء يقول. لماذا وضعنا النقطتين هنا؟ بعد القول. الرياضة، الرياضة مفيدة. أعزائي التلاميذ، لم نقم بنطق اللام هنا. أيضا أن الحرف الذي يلي حرف اللام هو حرف مشدد، وبالتالي اللام هنا هي لام شمسية. الرياضة، نلاحظ أن حرف الضاد يقع في وسط الكلمة. الرياضة، الرياضة مفيدة. ما نوع التنوين في كلمة مفيدة؟ تنوين الضم. نلعب ونركض. لماذا وضعنا هنا الواو أعزائي التلاميذ؟ للربط ما بين الكلمتين. نركض، نلاحظ أن حرف الضاد يقع في آخر الكلمة، والحركة الموضوعة هي الضمة. نفرح ونضحك. نضحك، إذن نلاحظ أن حرف الضاد يقع في وسط الكلمة. نض، نضحك. إذن نلعب ونركض، نفرح ونضحك. شكراً لإصغائكم.